اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا، وعام دراسي سعيد عليكم وعوده حميده للمدارس بعد انقطاع 8 شهور. حلقه النهارده عن طالب علم في زمن قلما فيه طلاب العلم. حلقه النهارده عن طالب عاوز يرجع للتعليم. خلينا نرحب بيه استاذ احمد اسماعيل. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك. عاوزك تعرفنا كده في البدايه انت مين؟ مين احمد اسماعيل؟ اسمي احمد اسماعيل جمعه، 24 سنه. خريج ثالثه ثانوي ازهر، تمام، في دفعه 2014. تمام. حاولت احكي لنا كده ايه الالتماس بتاعك، او كنت كلمتنا في البرنامج عن مشكله. تمام. كلمتكم ان انا حاولت كتير ان انا اكمل تعليمي. عشان اكمل تعليمي لازم اكون اقدم بعد ما اخدت ثانوي بسنتين بالظبط. انت خدت ثانويه عامه اصلا الازهري امتى؟ 2014. تمام. وايه اللي حصل بقى عشان تقدم تاني؟ عشان اقدم تاني انا ما كانش عندي قدره ماديه او نفسيه ان انا اكمل في نفس الوقت. تمام. والدي اصر عليا كتير، لا كمل، لا انا عايز اسافر، عايز اعمل نفسي كارير الاول كده بحيث ان انا ابقى مقتدر ماديا بعد كده اكمل تعليمي. فسنة أخذت سنة ما كنتش عندي علم باللوائح الداخلية للأزهر في التنظيم التعليم وكده. تمام. عندهم اللائحة بتقول إن أقصى حد الحصول على الشهادة الثانوية عشان تكمل بعدها 4 سنين. تمام. بعد الأربع سنين خلاص الثانوية بتتلغي. تمام. فحد نصحني إن أنا أروح لرئيس الجامعة في الأزهر، حاولت أدخلهم طبعا ما قبلتوش. وديت الطلب وكده، قال لي لأ مش هينفع، روح اعمل تظلم في المشيخة. تمام. فلحد الآن ما فيش حد نصحني يعني من الأساتذة الأفاضل، قال لي روح قدم التماس لشيخ الازهر وان شاء الله هيقبلك، بس لحد الان ما لقيتش استجابه لان انا ما قدرتش اوصل لشيخ الازهر، فعلى امل ان انا اوصل له من خلال المنبر. طب انت ايه اللي خلاك، انت بتقول انت خدت الثانويه الازهري من 2014 بالظبط، دلوقتي احنا بنتكلم في 6 سنين. تمام. في خلال ال6 سنين ايه الظروف، انت بتقول كان عندك ظروف ماديه، يعني ايه اللي خلاك ان انت ما تقدرش تكمل في خلال ال6 سنين دول؟ ما قدرتش اكمل لان والدي يعني من تزوج في، هو عنده 32 سنه تقريبا، فما انا بلغت سن 18 سنه كان هو السن بتاعه، يعني هو الحمد لله ربنا يديله الصحه ما حرمنيش من اي حاجه، بس هو انا كنت انا بقى يعني حطيت نفسي دوره بقى، قلت لا هو المفروض يستريح وكده، هو ما طلبش مني كده للامانه يعني. تمام. قال لي كمل براحتك ومالكش دعوه بحاجه، بس انا ما يعني ده كله ما لمسنيش، يعني انا كل الهدف بتاعي ان انا كنت اوفر عنه، يعني اوفر عنه جهده اللي بيبذله عشان انا واخواتي وكده. فبناء على الخطوه دي اشتغلت جوه مصر تقريبا 9 شهور في الشركه. هل والدك كان بيعاني في ظروف صحيه مثلا ما قدرش يكمل شغل في الفتره دي؟ كان حصل له اصابه عمل صغيره كده يعني، مش اثرت عليه قوي يعني، بس كان حصل له اصابه عمل، فانا من وحي الاصابه دي الصغيره دي هي ما اثرتش عليه قوي، حبيت ان انا لا مش هينفع ان انا اكون قاعد في البيت بتمتع بالحياه الجماعيه وبالكلام ده. ممكن يكون تفكيري كان خطا وقتها، بس انا وقتها انا حطيت نفسي في الدور ده، قلت هروح اشتغل سنه سنتين وابقى اجي اكمل حتى ادرس انتساب مش لازم انتظام، وان شاء الله اركب المستوى ده. تمام. فاصريت طبعا وعملت جواز السفر من وراه، مش يعني هو ما كانش موجود، هو ما كانش موافق ان انت تسيب التعليم وتنزل تشتغل. لا هو قال لي انا اقدر اصرف عليك لحد ما توصل 50 60 سنه، ما تشيلش اهم حاجه. تمام. بس انا كنت لامس. طب ايه اللي خلاك انت لا يعني انا هسيب انا لازم انزل اشتغل دلوقتي يعني؟ هل طبعا انت عاوز تبقى معاك فلوس ولا انا سبب تاخري في يعني سبب تاخري فكري في الحياه يعني ان انا دايما بحب المثاليه قوي، يعني انا رايح مشوار لازم اكون مظبط لبسي هدومي عربيتي كده، المثاليه دي دمرتني شويه، يعني انا هدرس جامعه يبقى انا جميع الرفاهيات لازم تبقى موجوده قدامها، ده خطا فكري مني، بس انا كان لازم الحاجات دي تكون متوفره، يعني انا المفروض مثاليه كامله. تمام. يعني هل كان بتعاني من ظروف ماديه ان انت تمنعك ان انت تقدر تكمل تعليمك ولا كان في طبيعي ان اي بيت كان بيمر عليه ايام عسر وايام يسر. تمام. فانا تمام. انا حسيت ان احنا داخلين في سكه ماديه مش كويسه. تمام. بابا عايشنا في مستوى لحد الان عايشين في مستوى كويس جدا، بس انا لمستها من جانب تاني. طب الجانب الماده اللي احنا عايشين فيها والظروف الحلوه اللي احنا عايشين فيها دي من سفر للسعوديه لسفر هنا مبنيه على صحه بابا، يعني مبنيه على جهده، يعني انت حبيت تريحه شويه وتشيل عنه العبء. بالظبط. وكنت عايز اعمل لنفسي بقى ان هو انا اظبط نفسي بدل ما اتجوز على سن 27 28 سنه. طب انا ممكن طب انت ايه مشكلتك دلوقتي؟ انت دلوقتي عندك مشكله ان انت عاوز تلتحق بالجامعه الازهر. بالظبط. انا عاوز يعني اكمل في الصرح الكبير ده، جامعه الازهر طبعا اللي بيجي لها ناس من كل الدول، من كل الدول الاسيويه والافريقيه والامارات، يعني
كل الدول تمام. بتيجي لجامعه الازهر. انا نفسي اكمل يعني طموح ان انا نفسي اكمل في طب الكلام. طب ايه اللي مانع دوت ان انت تقدر تقدم وتكمل في في الجامعه؟ اللي مانع ده ان انا اعدي على ثانويتي 6 سنين. 6 سنين المفروض بالزبط. يبقى ما يعديش عليها قد ايه؟ المفروض ما يعديش عليها اكتر من 3 سنين. تمام تمام. فبناء على كده انا اخذت الخطوه قلت انا هروح لنفسي مش هكتفي ان حد قال لي لا. تمام. فانا سافرت كتير وعانيت كتير من هنا لهنا لهنا لهنا. لا في موضوع الازهر عملت ايه يعني؟ ايه الخطوات اللي انت عملتها فانت ما عشان انت تقدر تلتحق بجامعه الازهر تاني؟ تمام. اول خطوه عملتها خالص رحت استنيت لما ميعاد التنسيق يجي، لان موظفين مكاتب التنسيق بيحضروا وقت ما التنسيق بيظهر، نتيجه التنسيق بتظهر. فدخلت جامعه الازهر يعني. تمام. ايوه. ايه اللي قاله لك المفروض تعمل ايه عشان تقدر تلتحق بجامعه الازهر؟ قالوا لي انت مش هينفع. مش هينفع. مش هينفع تلتحق. طب ليه يا استاذنا مش هينفع؟ انا طالب علم، انا نفسي قوي اكمل، نفسي انا عايز اعمل نفسي، انا عايز ابقى اكون اضافه كويسه للدوله يعني. انا مش عايز اكون انسان عاطل. انا ماشي عندي ممكن خبراتي العمليه، بس انا العلميه عندي مش قد كده. انا ربما حافظ قران، ربما حافظ اجزاء من التجويد وعلوم القران بحكم دراسه. انت عاوز تاخد الجامعه عشان تلتحق بوظيفه عن علم؟ بالظبط عن علم. تمام. لان انا كل مشاكلي في الالتحاق بالوظائف تكون بكالوريوس، وسبب ان انا ما كملش في معظم الوظائف الكتيره اخرهم كان حاجه من شهر. تمام. ان انا معيش بكالوريوس. انت دلوقتي طالب ايه يعني؟ انت طالب ليه؟ انا طالب ان انا عايز اقدم يعني، عايز ابقى طالب علم يعني. انا عايز اقدم في الجامعه. تمام. يعني افتحوا لي باب ان انا اقدم، انا ما اخطاتش، انا كل حاجاتي سيرتي كويسه يعني. تمام. هي ايه اللي انت عاوز ان انت تتقبل في الجامعه؟ أتقبل دلوقتي في الجامعة. هم مش نافع ان انت بالزبط. تكمل في او تقدم في الجامعه عشان انت عدى عليك 6 سنين. عدى عليك 6 سنين، المفروض اقصى مده 3 سنين. اقصى مده 3 سنين. طيب ايه الحل اللي هم اقترحوه عليك عشان تقدر تقبل؟ الحل قالوا لي ان مولانا الشيخ احمد الطيب لو لمس او بس حس ان في طالب عاوز يكمل تعليمه حتى لو بره الازهر هيستثناه دايما، لان انت ما عملتش اجرام يعني. انت تمام. انت محتاج أسباب. دلوقتي ان انت تاخد استثناء من فضيله شيخ الازهر بالظبط، احمد الطيب، ان بالزبط. ان انت تقدر ترجع جامعه الازهر تاني بالظبط. ده تمام. كل طموحاتي، وانا املي في ربنا وفيك كبير يعني، لان هو ليه مواقف ايجابيه لمساتنا شخصيا في المعاهد الازهريه على مستوى الدراسه الثانويه، وحضرنا له اكتر من حاجه من اول ما مسك لحد دلوقتي يعني. بطمح يعني يعمل لك الاستثناء. يعمل ده الاستثناء. انا نفسي اكمل، عاوز اكون اضافه كويسه للدوله، مش عاوز يكون الدوله زادت واحد عاطل. عايز يكون زادت واحد علم. وانا كان جالي في ترشيحي شرعه وقانون، عايز ادرس القانون والشريعه، عايز اكون ملم بديني وملم بقانون الدوله اللي انا فيها. تمام. عشان بعد كده ان شاء الله ممكن يكون لو ربنا مقدر لي اقدر اكمل حاجه في الشريعه، اقدر اكون استاذ جامعه. والهدف الاساسي من الموضوع ده ان انا لما اتجوز واخلف ابني نفسي قوي يقول لي يا استاذ يا دكتور، فضلا عن ان انا ابوه يعني. فده عقبه في حياتي ان انا مش قادر اكمل ولا قادر اخد خطوه ارتباط او حاجه، بناء ان انا مش بكالوريوس يعني، مش شايف نفسي صغير الحمد لله كويس، بس حبيبها تكون بالشكل ده. تمام. يعني انت دلوقتي من خلال برنامجنا عاوز صوتك يوصل لفضيله شيخ الازهر احمد الطيب، ان وطبعا مواقفه النبيله كتير مع بجانب طلاب العلم، ان هو يعمل له استثناء ان هو يقدر يدخل جامعه الازهر، لان عدى عليه 6 سنين بعد الثانويه الازهريه، وتبع القانون ان هو مش اكتر من 3 سنين. فاحنا ان شاء الله صوته يوصل لشيخ الازهر، واحنا عارفين مواقفه النبيله، ان يقف جنبه، ان يعمل له استثناء ان يقدر يدخل جامعه الازهر تاني ان شاء الله، ويلتحق بالعام الجديد في جامعه الازهر. يعني احمد يعتبر نموذج مشرف جدا في الزمن اللي احنا فيه كطالب علم، في زمن كل الناس عاوزين يعملوا ترند على الانترنت او اليوتيوب او الفيسبوك، في زمن الناس بتتقيم فيه بعدد الفولورز والمشاهدات واللايكات. فان احنا يبقى عندنا نموذج لشاب مشرف زي ده، ان هو عاوز يتعلم ويدرس، فنتمنى طبعا صوته يوصل لفضيله شيخ الازهر، واحنا كل الثقه في انه يقف جنبه ويعمل له الاستثناء ده ان شاء الله، ويدخل السنه دي باذن الله يا رب كده الجامعه، ونبارك له في التخرج ان بقى استاذ او دكتور ان شاء الله. اسمع منك ان شاء الله. تمام. احنا بس لو نجهز المداخله مع استاذ الكنترول، لو يجهز لنا المداخله بس مع استاذ عبد الله. طيب انت ايه خططك يا احمد ان شاء الله؟ يعني ربنا كرم كده ان انت يعني الالتماس بتاعك اتقبل ان شاء الله واتسمع ودخلت جامعه الازهر، ايه خططك انك بعد كده هتكمل دراسات ولا هتعمل ايه؟ انا طبعا لو انا تم قبولي في الجامعه يعني هدرس يعني، هكثف دراستي بحيث ان انا مش هقتصر على المواد الجامعيه بس،
انا هكثف دراستي عشان اعوض. المفروض ان انا كنت هخلص جامعه وانا عندي 22 سنه تقريبا، فانا الوقت عندي 24، ففي سنتين كده مر مرور الكرام يعني. فانا في هحاول اكثف واحاول ان انا اخد لغه بجانب دراستي، بحيث ان انا يعني اكون خارج عن الروتين الدراسي دايما اللي احنا بندرس جامعه وعايزين نقعد. طيب انا استاذنك، المداخله جاهزه دلوقتي. استاذ عبد الرحمن معانا؟ الو الو، معانا استاذ عبد الرحمن؟ الو، طيب المداخله لسه. بس فانا القطع الاتصال. طب ماشي، لو نعيده تاني. تمام، يلا. الو استاذ عبد الرحمن. الو استاذ عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، مشرفنا في البرنامج. اهلا بيك، تحياتي لضيوفك الكرام. الله يخليك، اهلا بيك. كنا عاوزين نسال حضرتك كده، ايه ممكن الاضافات اللي تقولها لنا لتحبيب الطلبه، بما اننا دلوقتي في عام دراسي جديد، ان هم يقبلوا على التعليم ويبقوا عاوزين يتعلموا، عن ان هم حابين التعليم مش مجرد هو شيء مفروض عليهم؟ يعني دعيني اولا نقول ان التعليم هو الشيء الاساسي الذي يترتب عليه نهضة أي أمة، فلا بد لنا أولا أن نهتم بالتعليم حتى نستطيع أن نرتقي في حياتنا جميعا. أولا لو تحدثنا عن قضية التعليم، نتحدث عن قضية البحث العلمي الذي أتمناه في بداية هذا العام الدراسي الجديد، أن تحاول يعني الدولة أن تهتم أكثر بالمناحي العلمية من حيث البحث العلمي، والذي أتمناه من جميع الطلاب أن يحاولوا في بداية العام الجديد أن يحددوا الأهداف التي يتمنونها حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الأهداف. تمام، اتفضل. تمام يا حضرتك، أنت شايف أن احنا نحط قدام الطلبة دايما الأهداف عشان يسعوا إليها، مش مجرد أن أنت بتتعلم ومش مشكلة أنت رايح فين؟ نعم، يعني دائما بداية تحقيق الهدف أو الحلم هو أن يكون هذا الحلم أو هذا الهدف محدد. يعني لو نظرنا إلى طالب الثانوية العامة، يجب أولا أن يعني يضع أمامه الهدف الذي يود أن يحصل عليه، ومن ثم يقيس هذا الهدف مع الإمكانات المتوفرة لديه. يعني نجد أن الطلاب جميعهم يركزون على كليات القمة، كليات الطب، كليات الهندسة، ولكن يتركون كليات من الكليات الهامة ككليات الحقوق، ككليات إدارة العلوم، ككليات الآداب، التي هي في يعني فيها تطور ورقي يعني الأمة. نعم. تمام. نعم. تمام. طيب ايه ممكن تاني اللي نقدر نضيفه للطلاب ان هم يبقوا حابين التعليم للتعليم، يعني بيتعلم مش مجرد ان بيتعلم منهج دراسي بيحفظه ويدخل يمتحنه وبعد كده بيطلع هو مش فاكر اي حاجه، هو انه يدرس الشيء اللي هو بيحبه، ازاي يعرف هو بيحب ايه؟ يعني اولا هناك ما يسمى بالوسيلة التعليمية، وهي أن يتعلم الطالب المنهج ليس من التلقين فقط، وإنما من النواحي العملية والعلمية، فيدرس المنهج بشكل يعني هو أقرب إلى اللعب أو هو أقرب إلى التجربة، بعيدا عن التلقين والحفظ الذي يعني لا ينتج عنه أي شيء غير أن الطالب يحفظ ومن ثم ينسى ما حفظه. تمام، يعني يكون في وسيله مش للحفظ، انه يبقى تنميه مهارات اكتر من انها تكون حفظ او تلقين. نعم. تمام، طيب ايه اللي ممكن نقدر نعمله عشان نعرف مهارات كل طالب؟ يعني الطفل مثلا هو صغير مش عارف هو مهاراته في ايه، ايه ممكن المناهج او الوسائل اللي نقدر نعرف بيها مهارات الطفل ده عشان نقدر نحدد اهدافه وانه يسعى من خلالها؟ أولا لو تصفحنا الدول المتقدمة، نجد أن الدول المتقدمة دائما ما تهتم بجانب الاهتمامات أو الهوايات الشخصية عن طريق العديد من اختبارات الذكاء واختبارات المهارات، فيجب أولا أن نهتم بمهارات الطلاب وننقب عنها حتى نستطيع أن نرسخ هذه المهارات في خدمة الطالب. يعني مثلا هناك العديد من الطلاب الذين يحلمون بحلم كليات الهندسة وهم يكرهون الأرقام. صحيح. هناك من يمتلك بعض المهارات الفردية ولا يعرف هذه المهارات
فبالتالي تضيع هذه المهارات وتضيع مع طموح الشباب في إمكانية أن يكونوا في هذا المجال قادة أو كوادر فاعلة. فيجب أولا أن نهتم أولا بالهوايات الشخصية، ننقب عن المهارات الفردية، ومن ثم نحول هذه المهارات وهذه الإمكانات إلى وسيلة لرقي الطالب. تمام، احنا شايفين دلوقتي في حاجه كويسه جدا ان بقت وزير التربيه والتعليم انه بدا يدخل البحث في بدل الامتحانات، فايه راي حضرتك في التطور دوت؟ يعني انا ارى ان هذا تطورا ملحوظا حتى يعني في مجال التنقيب عن المعلومه. الطالب في البدايه كان يعني يقوم بالحفظ فقط للمنهج الدراسي دون ان يعني ينقب ويبحث ويقوم بعمل أي شيء غير حفظ المنهج الدراسي. أما الآن فالطالب يتصفح ويتعلم ويحاول أن يبحث عن المعلومة من أمهات الكتب ومن المراجع المختلفة. لذلك فأنا أرى أن هذا يعني طفرة تطور في مجال التعليم وتطور، وأتمنى بإذن الله تعالى في الفترة القادمة أن يظل هذا التطور مستمر بإذن الله. تمام، ورأي حضرتك في الدراسة عن طريق الأونلاين لبعض الطلبة، إيه رأيك فيها؟ بأن دلوقتي بسبب أزمة الكورونا فبنضطر للتعليم الأونلاين عشان نقلل الكثافات في الفصول والمدارس. أزمة كورونا هي تحويل النقمة إلى نعمة، يعني كانت أزمة كورونا نقمة لنا جميعا، ولكن كان لها العديد من الفوائد في العديد من المجالات كالتعليم عن بعد. يعني لم يكن أحد يعترف أو يريد أن يتعلم عن بعد، وكان هذا الموضوع في غاية الصعوبة. أما الآن نشهد أن الدولة المصرية تقوم بخطوات ثابتة من أجل أن ترسخ هذا المبدأ، حتى شهدنا أن هناك العديد من المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع وزارة الاتصالات يعني البوابات المعرفية التي انطلقت الآن على الإنترنت، والتي تعتبر من أهم المراجع المعرفية والبحثية على مستوى الوطن العربي. فالدراسة عن بعد هي خطوة من الخطوات الهامة، وأتمنى من جميع المشاهدين الآن أن يحاولوا أن يستفيدوا من التكنولوجيا قدر المستطاع ومن هذه الاستفادة مجال التعليم. تمام، هل تعتقد أن ممكن نكمل أونلاين؟ هل ده شيء مفيد للتعليم أم أنها بس مرحلة بسبب أزمة الكورونا؟ أرى أن هذا هل شيء مفيد يعني أن احنا نكمل فيه؟ بالطبع بالطبع، يمكن أن نطلع على ثقافات العديد من الدول وعلى المستوى التعليمي لها، وأن ندرس من يعني في جميع الجامعات والكليات والتخصصات، وأن نطلع على مستوى التقدم العلمي والمعرفي والبحثي في العديد من الدول ونحن نجلس في المنزل. هذه الخطوة هي خطوة هامة، ويعني يمكن أن يكون منبرك الإعلامي نبراسا يضيء البيوت المصرية ببعض البوابات الإلكترونية التي يمكن أن أرسلها إليك بإذن الله تعالى، والتي تحتوي على ملايين الدورات التدريبية والكورسات على الإنترنت. لو تقولي نبذة عنها كده سريعا. يعني هناك موقع كورسيرا، موك، والعديد من المواقع هناك موقع كورسيرا يضم الآلاف بل الملايين من الدورات، موقع موكس، إنجاز مصر، والعديد من المواقع الأخرى. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا الصحفي والإعلامي أستاذ عبد الرحمن سالم على مداخلتك، جدا شرفتنا. نرجع تاني ليكي أحمد، إن أنت كنت بتقول انت عاوز تكمل في مجال، انت قلت لي هل هتكمل دراسات عليا بعد ال اكيد في ايه بقى، في نفس التخصص في ولا نفس التخصص؟ انا بطمح يعني لو 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 تقول للمشاهدين انت شريعه وقانون، انت نفسك تتخصص في شريعه وقانون، في شريعه وقانون انت يعني بتتخرج، هل هتتقلد مناصب ايه او ايه المناصب؟ هو الشريعه والقانون دايما السائد فيها. طيب انا هستاذنك، استاذه الاء معانا دلوقتي على التليفون، الكاتبه استاذه الاء الشيخ من السعوديه. اهلا بيكي استاذه الاء. مساء النور استاذه الاء. اهلا بيكي. كنا عاوزين نكلم حضرتك كده، تقولي لنا ايه اللي قلت لنا في اضافات ان انت ممكن تخلي الطالب يحب التعليم، لو حضرتك تقولها لنا في نقاط. بصراحه
صراحة المشكلة والمعاناة اللي بتواجه كثير من الأمهات بالأخص اللي عندهم أكثر من طفل بالمدرسة هي إنه كيف بدي أحبب أطفالي بالتعليم. تمام. ماما أنا بدي ألعب، ماما أنا بدي موبايل، أنا بدي تمام. يعني انت شايفه ان التكنولوجيا بتاثر على الطالب ان هو يتعلم، ان هو بيبقى حابب يمسك الموبايل اكتر من انه يتعلم؟ طبعا. تمام. طب ايه اقتراحات الام؟ انه الام لما تكمل تدريس اطفالها كانها انجزت معجزه. تمام تمام. السؤال اقتراحاتك ايه؟ الامهات حضرتك سامعاني؟ كيف انا بدي ادرس اطفالي من دون ما اعصب عليهم، من دون ما اصرخ عليهم؟ تمام. في كثير افكار بتحبب الطفل بالتعليم بتخلينا. زي ايه استاذ الاء؟ زي ايه الافكار؟ اول شيء بنترك الطفل يختار الادوات المدرسيه كما يحب. تمام. حقيبه المدرسه، القلم، المقلمه، الادوات اللي بيحتاجها عموما يختارها بنفسه، هيك بيتحمس اكثر للدراسه. هاي الفكره الاولى. تمام. فيني كمان اعطيه حريه اختيار اصدقائه، طبعا مع مراقبه الاصدقاء. قصدي ايه؟ معانا هوا ولا اكتر؟ لو كنترول بس يقول لي. طيب سريعا كده يا استاذه لا، عشان وقت الهوا خلص. ايه الخطوه الثانيه اللي ممكن نعملها ان احنا نحبب الطفل في المدرسه بان نجيب ادوات مدرسيه؟ ايه تاني ممكن؟ موضوع التوصيل مثلا، انه يقوموا الام والاب هن بتوصيل الطفل لمدرسته. تمام. هذا الوقت اللي من امتع الدقائق اللي الطفل ممكن يقضيهم مع ابوه وامه، تمام، خلال توصيله للمدرسه. طيب انا اشكر حضرتك استاذه الاء الكاتبه، استاذه الاء صاحبه روايه تحت وطأة ادم، مدخله من السعوديه، وبعتذر لك لان وقت البرنامج خلص، وبشكر استاذ احمد اسماعيل، وان شاء الله يكون صوتك وصل للشيخ الازهر ان شاء الله، وبشكر مشاهدينا والى اللقاء في حلقه قادمه.